مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. مثل ما عودناكم في كل حلقة نذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا في برنامج الجولة اليوم، يا ليت اللي جواله STC يرسل على الرقم 84448 STC 84448، موبايلي 630 590، موبايلي 630 590، زين 73 22 22. أقولها مرة ثانية، اللي جواله STC على 84448، واللي جواله موبايلي على 630 590، واللي جواله زين على 6 كم الرقم زين؟ لحظة ضيعت، 73 22 22. طبعا اليوم راح نتكلم عن عدة مواضيع، منها حكام نهائي كأس سمو ولي العهد بين الهلال والنصر، راح نتكلم عن المنتخب السعودي والمدرب لوبز والمعسكرات طويلة المدى، راح نتكلم على لجنة الاحتراف واجتماعها اللي راح من المفترض أن يكون بدأ الساعة 6 قبل 5 دقائق، راح نتكلم على لجنة الاستئناف فيما يخص وكيل أعمال اللاعبين نواف المهدي وفيما يخص لاعب النصر أحمد عباس، وش الفرق بين لجنة الاستئناف هذه وش الفرق بين لجنة الاستئناف الثانية، وراح نتكلم على كومبواريا الهلال يدعم ما تحدثنا فيه في برنامج الجولة أمس، كل هذا في حلقة اليوم. بالنسبة لحكام المباراة النهائية، حكام المباراة النهائية هذه تخضع لكثير من الأمور وصارت الآن هاجس في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة الرياضية سواء إلكترونية أو ورقية. الموضوع أنه صارت يعني تنافس الرياضي بين الهلال والنصر أو النصر والهلال ينتقل، طبعا تسبق المباراة دائم أمور تختص بالحكام وتختص باللاعبين وتختص بكثير من الأمور، أنتم عارفين سواء على مستوى الإداري أو على مستوى الفني أو على مستوى الإعلام أو على مستوى الجماهير. نتكلم منافسة تقليدية بين قطبي العاصمة الرياض، الهلال والنصر أو النصر والهلال. الآن الموضوع أن في تلميحات، ليش أنا قلت تلميحات؟ ما راح أقول قرر الاتحاد السعودي أنه يكون طاقم الحكام لمباراة النهائي محلي، بس كان في تلميح واضح وصريح. ليش أقولها؟ لأنه يوم السبت الجاي راح يكون الإعلام بشكل رسمي عن الطاقم الحكام لمباراة النهائي سواء كان تحكيم محلي أو تحكيم أجنبي. الآن المشكلة في الموضوع انه ناس ضد وناس مع، يعني الناس ضد يقول لك يا اخي احنا الى متى، يعني من اولويات احمد عيد حتى كان ضمن برنامج الانتخابي هذا الكثير، وانا كنت حتى اتكلم مع بعض الناس كان المقربين لاحمد عيد يقول لك ان احمد عيد في برنامج الانتخابي كان يدعم فكرة اللي هو دعم الحكم السعودي، وهذه تعتبر فرصة للحكم السعودي انه يدير مباراة طبعا الكبرى باسم كاس ولي العهد، نهائي بين الهلال والنصر، منافسة قوية بين الفريقين، يعني فاذا ما دعم أحمد عيد الحكم السعودي في هذا التوقيت متى راح يدعمه؟ هذا الطرف الأول. الطرف الثاني أو خلينا نقول هذا الطرف المحايد اللي تكلم هذا الكلام. الطرف الثاني الهلال وعن طريق تغريدات للأمير عبد الرحمن بن مساعد بحكم طبعا هو طرف من الطرف النهائي، تكلم أنه وده يتكفل بحكام أجانب، بس الأهم أنه يكون في حكام أجانب. على الطرف الآخر ما في أي شيء، الآن فيصل بن تركي يؤيد طلب الهلال بحكام أجانب، يعني الهلال والنصر المتفقين على طلب حكام أجانب أنهم يبغون. بس السؤال، هل ما يذكر أمام الجمهور وأمام الإعلام من تحت لتحت؟ هذه أخليها لكم، ما عندي وش اللي قاعد يصير في المجالس. يقول لك لا، يعني ممكن يكون أحمد عيد متعاطف مع فريق على فريق ثاني عشان ممكن يكون كذا الحكم، ما تكون هي رغبة واحد من الأطراف النهائي، يعني واحد منهم. والبعض يقول لك لا يا أخوي أنا تعطيني حقي، أنا ما لي دخل أنا.
أبي حكم أجنبي ومعروف مباريات المهمة مباريات الديربي يكون فيها. أنتم مع أي توجه بالضبط؟ توجه الدعم الحكم المحلي؟ ممكن يكون في فعلا كلنا مع توجه الحكم السعودي، بس هل هذا التوقيت هل هو التوقيت الصحيح وفي المكان والزمان والنهائي والهلال ونصر؟ تشوفون أنه ممكن يعني هذه تكون دعم للحكم السعودي؟ حكم السعودي هذه راح أخذ رأي لم عن لجنة الاستئناف. لجنة الاستئناف أحمد عباس استئناف لاعب نادي النصر أحمد عباس شكلا ضد قرار إيقافه من اللجنة لمدة عامين من تاريخ إيقافه. بالنسبة لنواف الاستئناف السعودية قبول استئناف وكيل أعمال اللاعبين الأستاذ نواف المهدي شكلا وموضوعا، يعني قبل الاستئناف حقه اللي كان ضد قرار لمدة عامين وتغريمه 200,000 ريال، وبذلك يستطيع المهدي مزاولة عمله مرة أخرى. لكن أحمد عباس راح يكون طبعا يستمر إيقافه لأن تم رفض استئنافه موضوعا وقبوله شكلا فقط. وش الفرق بين الاستئناف في موضوع نواف المهدي؟ الفرق أنه لجنة الاستئناف اللي في موضوع أحمد عباس مختلفة كليا عن لجنة الاستئناف في موضوع نواف المهدي. لجنة الاستئناف في موضوع أحمد عباس هذه لجنة الاستئناف الخاصة باللجنة الأولمبية السعودية، ولجنة الاستئناف اللي أصدرت القرار في موضوع نواف الاستئناف اللي تابع للاتحاد السعودي لكرة القدم. ليش هذه أصدرت العقوبة في أحمد أو القرار في أحمد عباس ولجنة ثانية مختلفة في موضوع نواف المهدي؟ أنا أقول لكم ليش، لأن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ما هي تحت مظلة الاتحاد السعودي، تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية. علشان كذا لجنة الاستئناف اللي في اللجنة الأولمبية السعودية الخاص أو قرار الاستئناف الخاص بأحمد عباس لأن قرار صادر من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات. لكن موضوع نواف المهدي طبعا طالع من لجنة الاستئناف الخاصة بالاتحاد السعودي هي اللي تصدر القرار الخاص باستئناف نواف المهدي. أتمنى أنها تكون واضحة. ما هو من ضمن طبعا محاور حلقة اليوم موضوع نايف هزازي وبلقيس، يعني الموضوع هذا يعني في ناس يقول لك شوف تامر الحين بيلاقي له مادة موضوع نايف هزازي وبلقيس. أنا موضوع هذا ما لي دخل فيه، ليش وتعمدت أني أقولها بهذا الشكل؟ ليش أنا ما لي دخل فيه مع أنه كان لي دخل فيه أول؟ عشان كذا أنا تعمدت أني أفتح الموضوع في هذه الجزئية وبقفلها نهائيا. ليد في المرة الأولى يوم كان نايف هزازي تغيب عن نادي الاتحاد كان لي دخل في الموضوع، ليه أمور الخاصة أنت تدخل فيها وليش تتكلم أنت في نايف هزازي وبلقيس؟ يا أخي هذه أمور خاصة باللاعب، أنا ليش تكلمت فيها في المرة الماضية وما راح أتكلم فيها اليوم؟ في المرة الماضية كان اللاعب تأثر أو أثر على ناديه بشكل سلبي بسبب غيابه، ما لعب مع فريقه، فعشان كذا أمور الشخصية أثرت على عمله وعلى ناديه وأثرت وما لعب مع الفريق المباراة. فبهذا الشكل لازم الإعلام يتدخل، حد أو أي نادي ينتمي للسعودية، فشيء طبيعي أن حنا كإعلام نتداول أي موضوع خاص بالأندية وباللاعبين داخل الملعب أو داخل الأندية. فبما أن نايف هزازي كان مشكلته غياب والسفر إلى دبي، صحيح أنها مشكلة شخصية لكن أثرت على ناديه، اليوم ليش ما راح أتكلم فيها؟ والله هو يخطب يتزوج ومخطب، في النهاية ما غاب عن نادي، ما غاب عن مباراة المنتخب، ما غاب عن تمرين رسمي، فعشان كذا أنا اليوم ما لي دخل في موضوع نايف هزازي وبلقيس. أتمنى أني وصلت، أنا استغليت الموقف اللي صار اليوم عشان أقول لكم يا جماعة الخير هذا الأمر الشخصي أن أنا ما أتكلم فيه، لكن المرة الأولى والمنتخب لازم نتكلم وأكيد ما راح نسكت. كشف كومبواري مدرب الهلال المقال في وقت سابق عن وجود أزمة رواتب في نادي الهلال، مشيرا إلى أن قائد الفريق ياسر القحطاني كان يبث له شكوى اللاعبين وهو بدوره كان ينقلها إلى مجلس الإدارة عند اللاعبين في الحصول على معاشاتهم حتى أحميهم من القلق على رزقهم وأبقي تفكيرهم في الملعب فقط، وهذا كان تصريح عربية. الآن أمس حنا تكلمنا مو بس على كرة القدم، تكلمنا على جميع الألعاب المختائقين وغيرها في نادي الهلال. العموما اللي قاعد يصير في نادي الهلال سواء على مستوى اللاعبين أو على المستوى الألعاب المختلفة جماعية أو فردية في تأخير الرواتب وتأخير المكافآت وعدم دفع مكافآت للألعاب المختلفة، هذا يعني ما قد صارت من أي إدارة سابقة لنادي الهلال. يعني هذا رقم جديد يتسجل إدارة الأمير عبد الرحمن بن مساعد. نذكر بأرقام التواصل STC 8 348
STC 844 48 موبايلي 630 590 زين 73 22 22 شركة الخريف التجارية راعي رسمي لبرنامج الجولة. خاص بالاجتماع اليوم لكن وش بصراحة ما قدرنا نصل له بشكل كبير، لكن من المتعرف عليه أن في بعض اللاعبين هل أنديتهم يستحقون مبالغ بعد الانتقال من هذه الأندية بدل التدريب وغيرها من هذه الأمور. أتوقع أن راح تكون أحد المواضيع مناقشة اليوم في اجتماع، أو المواضيع اللي راح يتم نقاشها اليوم في اجتماع لجنة الاحتراف. في طبعا هنا في موضوع إصابة لاعب نادي النصر الإكوادوري أيوفي، طلع في الإعلام، طبعا ما طلع بشكل رسمي بس طلع بالإعلام أنه ممكن نادي النصر يمكن يحتاج أنه يطلب أو يرفع طلب بتغيير اللاعب، لأن هنا في حتى في خبر يقولك اعتذر اللاعب فوز فلاتة المدافع نادي الرائد للمحترف الإكوادوري في نادي إصابته في كسر بالساقة المفصل أدت لابتعاده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، يعني نادي النصر ما رح يستفيد من اللاعب حتى نهاية الموسم. ففي كلام طالع في وسائل الإعلام بشكل كبير أنه ممكن يتم استبدال اللاعب بلاعب محترف أجنبي ثاني. حنا في طبعا في برنامج الجولة مثل ما عودناكم راح نتكلم عنها باللوائح والأنظمة. الفصل الرابع من المادة الرابعة في شروط ممارسة النادي للاحتراف، المادة رقم 8 تقول إذا نقص عدد اللاعبين المحترفين في نادي عن الحد الأدنى لفئته بسبب اعتزال أو انتهاء إعارة أو إلغاء عقود لاعبين أو هذه اللي احنا بناخذها إصابة بعاهة مستديمة وفاة، تبقى أماكنهم شاغرة ويجب على النادي استكمال العدد الناقص عن الحد الأدنى من اللاعبين المحترفين خلال أول فترة تسجيل أعلنها الاتحاد. يعني إذا كان اللاعب، يعني هذا كلها لازم ما تطبق على كل الأندية، تطبق على كل الأندية اللي هي الأمور الاحتراف وخاصة باللاعبين في الفترات اللي هي طبعا الخاصة بالاتحاد السعودي، لا الأوقات هذه إذا كان عنده إصابة بعاهة مستديمة أو مرض عضال أو حالة وفاة، غير كذا ما يتغير اللاعب. بعد هذه حق الأيوفي تعتبر إصابة كسر، يعني الكسر في قدم اللاعب أو في الساق عفوا وقطع في أربطة المفصل، هذه تعتبر إصابة لا هي عاهة مستديمة، يعني بيقدر يرجع يمارس الكرة مرة ثانية. عاهة مستديمة يعني ما عاد يرجع يلعب كرة مرة ثانية، أو مرض عضال. أنتم عارفين مرض عضال يعني أمراض كثيرة، الله يعفينا وأنتم إن شاء الله عن أي مرض، في أو حالة وفاة، يعني كل على حالة أيوفي إن شاء الله يرجع بالسلامة لنادي النصر. فما أتوقع أن لجنة الاحتراف أنها ممكن هل هي تناقش هذا الموضوع اليوم في جدول أعمالها ولا لا، الله أعلم، نبي نشوف. عموما نذكر بأرقام التواصل STC 8 3 4 8 موبايلي 630 590 زين 73 22 22 برنامج الجولة برعاية شركة الخريف التجارية، دبابات طبعا جيت سكي وجيت بوت ياماها في عرض البحر، انتم عارفين عد ياماها في عرض البحر، شركة الخريف الوكيل الرسمي والمعتمد في المملكة لدبابات ياماها. ناخذ اتصال ثامر معنا الاتصال الاول، بس قبل ناخذ ثامر مادة اربعة البند رقم 8. اوكي عبد الله، طيب نروح لثامر، تفضلي ثامر. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله معنا يا ثامر. كيف حالك يا ثامر؟ سعداء جدا، سعداء جدا بتواجدك معنا يا ثامر. شكرا لك، الله يخليك. انا بس بتكلم في ثلاث نقاط سريعه. تفضلي ثامر. انت ما شاء الله عشان بس حتى المستمعين يعرفون انت مستشار قانوني ولا لا يا ثامر؟ صحيح. تفضل. الله يبارك. مؤمن بجماهير النصر، وأتمنى الخطاب النصراوي ينسى نبرة المظلومية ونبرة المؤامرات عشان النصر لا يرجع يعني لنقطة ما قبل الصفر. يعني احنا فرحانين بالمدرب الجديد واللعيبة بدأت تعطي ورجعت الروح، فما نبغى نرجع للنبرة اللي تحطه يا سامر، ما بقي شيء الناس تتآمر عليه فيه.
خلاص وصل يعني لمرحلة إنه بطل يعمل. فأتمنى إنه يبعدوا عن خطاب أو نظرة المظلومية والمؤامرات عشان يعرفوا ينجزوا. بالذات بعد مشكلة السعيد الأخير. الثاني موضوع المدرب. توقيع مع المدرب لمدة 3 سنوات. هذه أنا بتكلم عنها بعد الاتصال. بس تفضلي ثامر. عارف صراحة يعني أعتقد إنه موضوع العجلة وإثبات الإنجاز بشكل سريع حيضر ما حينفع. يعني أتمنى إنه كان يتريق شوية. يعني مو من المباراة نحكم على المدرب. والمدرب موجود من بدري ونشوف الإنجازات ونشوف يعني ما مباراة واحدة تحكم على المدرب صراحة. صعب الموضوع هذا. النقطة الأخيرة موضوع التحكيم. يعني عندنا حكام دوليين معهم شرع من الفيفا. الفيفا تأتمنهم ويعني وتثق إنه يقودوا مباريات في كأس العالم. وإحنا يعني اليوم كنت حتى جالس في مسجد بدأوا العالم يتكلموا على إنه نبغى حكم أجنبي والهلال استنفذ 3 طلبات للحكام الأجانب والنصر حيطلب حكم أجنبي. يعني أعتقد إنه عندنا حكام دوليين ممتازين الفيفا بتسلمهم مباريات كأس عالم ما حتكون صعب عليهم إنهم يديروا مباراة. بس عموما ثامر عشان بس نوضح الصوره حتى المستمعين يعني حتى لو انه الهلال استنفذ 3 مرات هذه مباراه نهائي شيء مختلف. صحيح انا معك يعني لا هي على ارض الهلال ولا هي على ارض النصر. هي تتخيل انه الجماهير وصلت لاي مرحله انه صاروا يجروا في القوانين علشان يطلعوا سبب انه الهلال يطلب او طب انت تشوف انه ممكن في احد الناديين ممكن هو ما يرغب في حكم اجنبي يعني راضي بالحكم السعودي. والله انا من خلال ما اسمع للجماهير انا ما اعرف صراحه الادارات لكن الجماهير كل يبغى حكم اجنبي. واتمنى ان الحكم عمر المهنا يعني يطلع على الحكام ويسلم يعني خليل جلال او اي شخص يرى مناسب يسلم المباراه. واتمنى انه لجنه الحكام زي ما يصدر جدول دوري كامل بالمباريات والمواعيد يصدر جدول كامل بالحكام لا يمكن تغييره الا بظروف طارئه. يعني نعرف الحكم اللي هيحكم المباراة بس هذه مشكلة راح تسبب يا ثامر هذه مطبقة في كل ناحية. لا بس عندنا لأنه الآن إذا مبارات وحنا ما نعرف مكان تخيل إذا كان مثلا مباريات الديربي مباريات هي عارفين قبلها بشهر وبشهرين وبلعب وهو نفسيا من ما عندنا أحد يحمل حكم. يعني برا لو مدرب أو أي أحد تلفظ على حكم تشوف عقوبات صارمة سواء على مدرب أو إداري أو على لاعب. لكن هنا للأسف ما زال حماية الحكام شوية ضعيفة ما بتشوف إنها بتعطي الثقة الكاملة للحكام. بس برضو يا ثامر شوف حنا عشان حنا نوقف في صف جماهير الأندية شوي يعني مو بكله يعني نتكلم كذا بنظرة يعني كذا تفاعلية بزيادة إنه أنا أتكلم يعني حتى المفروض إنه الحكم السعودي يرفع من مستوى شوية لأن يعني ما أجي مثلا فريق زي النصر ولا فريق زي الهلال لعب مباريات كثيرة وقدم مستويات وقاعد يوصل للنهائي واجي انا بعدين في النهايه في مباراه اكون دون المستوى ولا اجي اخرب المباراه يعني. فلازم الحكم السعودي يكون اكثر ثقه في نفسه والمفروض انه هو يهتم كثيرا حتى في موضوع لياقته. يعني انا اشوف الحكام وانا ماني مقيم للحكام بس انا قاعد اتكلم يعني الحكام في كثير من الامور انا اتكلم عن الحكم السعودي ما يواكب الحدث في المباراة يعني لياقته ضعيفة. يعني مباراة الكرة في جهة والحكم تلاقيه في جهة أو تلاقيه تمركز خاطئ. ليش هذه طبعا لأنه من ضعف اللياقة. فلازم حنا لأنه من حق الأندية سواء إدارات أو جماهير أو إعلام المفروض أنهم يخافون على نتيجة المباراة لأنه مو بين يوم وليلة يجيني حكم غير مستعد بشكل طيب ويجي حكم المباراة عشان أخذها بكل الأطراف. يعني هي دائرة كاملة لازم تتكامل مع بعض سواء الحكام سواء اللجنة سواء الفيفا حتى إدارة دوري المحترف هذا كلها يعني لازم تتكامل مع بعض. يعطيك العافية. كلمة أخيرة عشان الله أطول عليك. تفضل. خليك زي ما أنت في برنامجك واستمر على الإبداع اللي أنت فيه. أنا قريت في تويتر قبل كم يوم تعليقات بايخة جدا ويعني جدا فخورين ببرنامجك صراحة. تسلم يا ثامر. تسلم يا ثامر. أنت مراسل ما يحتاج. يعطيك العافية. شكرا لك. ناخذ قبل ما ناخذ اختبارات المنتخب السعودي والمدرب الاسباني لوبيز. المدرب الاسباني لوبيز في علامه استفهام كبيره. امس تم التوقيع معه لمده 3 سنوات مع المنتخب. ممتاز. الان هو يمتلك منصبين. منصب كمشرف عام على الفئات المشرف فني على الفئات السنيه في المنتخبات السعوديه. قال الان يوم تم التجديد معه من عام 2015 إلى عام 2016 كمشرف فني على الفئات السنية تم الإعلان عنها. أمس تم التوقيع معه لتدريب المنتخب السعودي 3 سنوات قادمة وما تم الإعلان عنه ولا تم إصدار بيان من الاتحاد السعودي. أنا ودي أفهم
يعني هل هذا خوف من الشارع الرياضي؟ يعني انتم عارفين انكم قاعدين تسوون شيء غلط؟ انا ودي اعرف، يعني ودي احد يقول لي، واحد يطلع لي مثل احمد عيد ولا واحد عاقل في الاتحاد السعودي يطلع يكلمني يقول لي الان انتم ليش ما اصدرتوا بيان من الاتحاد السعودي رسمي تقولون انكم انتم وقعتوا مع لوبز لمده 3 سنوات؟ هذه انا ودي افهم، هذا شيء واحد. الشيء الثاني، انتم جايبين المدرب هذا لوبز لمده 2 مباراة في التصفيات، وكان يغرد فيها احمد عيد انه الفرق الزمني ما بين مباراه اندونيسيا القادمه الى مباراه العراق الثالثه ترى احنا نجيب مدرب ثاني. بس انتم انتظروا شوي، انتم جايبين المدرب هذا 2 مباراة، مباراه الصين ومباراه اندونيسيا. طيب المدرب الان فاز في المباراه الاولى، الكل الان ما ودي اتكلم وادخل في 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 مجال الامور الفنيه، بس الحمد لله احنا فزنا في المباراه ممتاز، وحنا بنوقف مع المنتخب ممتاز، هذه ما لها دخل. بس انتظروا شوفوا ايش راح يصير في مباراه اندونيسيا، اذا فاز المنتخب مستوى نتيجه طيبه ممكن تقعدون مع المدرب، ممكن تتجددون معه باقي مباريات التصفيات. اذا والله اهل المنتخب للنهائيات بشكل طيب ومستوى فني ونشوف فيه تصاعد، ممكن ان احنا نتفاهم مع المدرب نوقع معه سنه او سنتين. لكن من الان من مباراه واحده فاز فيها على طول وقع معه 3 سنوات؟ السؤال طيب من بيتكفل في عقد المدرب هذا 700,000 في الشهر؟ ومن اللي بيتكفل بالشرط الجزائي لو اكتشفنا بعد 2 مباراة ولا 3 والله المدرب غير مناسب؟ يعني حتى لو كان في بقى البعض يقول لي لا هذا ضغط من المدرب ما راح ادرب المنتخب، اذا المنتخب السعودي رضخ لهذه الضغوط فانا اقول صراحه على الاتحاد السعودي السلام. يعني انا اقدر اني انا اجيب القروني، اقدر اجيب اي مدرب وطني جاهز يتحمل المسؤوليه في مباراه اندونيسيا، ولا اقعد انا اورط نفسي في عقد لمده 3 سنوات قادمه ونقعد بعدين نقعد نلوم، وانا واحد منكم نلوم الماليه ونلوم مجلس الشورى ولا ما يصير ولا ترى والله الفزعه وللاتحاد السعودي مديون، لا والله ادفع عنا الشرط الجزائي، واجي انا بين يوم وليله مباراه واحده فاز فيها المنتخب اوقع مع مدرب 3 سنوات. نفس سالفة ماتورانا مع النصر، أوقع معه 3 سنوات قادمة وتجديد الثقة ومدلوش، وبعدها بكم شهر ألغي عقده. هذه كويسة جت كم شهر. طيب ناخذ اتصال ثاني. أبو فرح تفضل. أبو فرح أنا سامع، كيف حالك حبيبي؟ أبو فرح النصراوي. اثنينكم ترى في اثنين أبو فرح حفظتكم كلكم نصراويين. لا. مو النصراوي ذاك يقول انه هو قد 1414 ذاك اليوم يقول لك انا اسجل النصر 1414. ايه أنا كنت في الملعب يوم مباراة النصر والرياض. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك طول العمر، تفضل يا أبو فرح. طيب سامر، أول شيء موضوع لوبيز، أنت زي ما قلت في الأخير، أنا من أول قاعد استناك تقولها. المدرب قال لهم أنا معليش سالفة أنكم تاخذوني مباراتين وتسكتوني، لا معليش أنا أبغى عقد. فهذا اللي خلى الاتحاد السعودي جبرني يسوي له عقد. طيب ليش ما أصدروا بيان رسمي؟ عشان ما لانه شيء خطا وهم عارفين انه شيء خطا. انت تقول له جيبوا سعوديين، ما من اجيب ناصر جار وحرك كرته والقروني بيقول لك حبيبي انت ورطوني قام في غرب اسيا ما بتورط مره ثانيه انتخبكم، ان هم مكره ولا غير بطل. فهذه هذه هي النقطه اللي صارت، انهم هم اجبروا يسووا العقد هو رفض ما درب. فهذا هذا اللي صار، هذا اللي خلاهم يسووا العقد للمدرب لوبيز. نقطة ثانية سامر، أقول لكم شيء، تقول النصراويين يرجعون للخلف وما ما أعرف إيش المؤامرات، وأنا هذا اللي أمس أرسلت لك إياه يمكن ما فهمته لأنه كان كتابة في التويتر. أنا أقول يا سامر المشكلة أنه لما النصراوي يجي يقول أنه في مؤامرات، يا أخي النصراويين هذول مساكين يا أخي، لا طول عمر ما يشوف مؤامرة. تشوف الوسط الرياضي اللي أنت، الوسط الرياضي كله مشاكل، الوسط الرياضي كله ماشي ما أدري كيف، يعني دحين كل شيء مقبول والمؤامرات النصراوي لما يقول في مؤامره يعني غلط؟ مؤامرات ما يفي؟ ما حد يقتنع انه في مؤامرات؟ شوف يا ابو فرح، ابى اقول لك شيء بس عشان ما نتشعب في الموضوع. انا الان انا طرحتها في سالفه الموضوع النادي النصر مع اللجنه السعوديه للرقابه على المنشطات. انا اقول بصراحه بكل ايمان انا اتكلم عن اداره النصر. يا ليت ابو فرح ان احنا نفرق بين اداره النصر وبين جماهير نادي النصر. زين، ادارات الانديه مو بشرط ان هي تمثل جماهيرها، لانه في جماهير كثير من كل الانديه وفي كل الانتماءات ما هي براضيه عن كثير من الاعمال اللي قاعده تسوي فيها وتقوم فيها ادارات انديه. يعني مو بشرط انك انت تكون نصراوي متعصب
وشرط انك تكون هلالي متعصب وراضي باللي يسويه الامير عبد الرحمن بمساعد. صحيح، لكن لا صحيح، لكن ولا مو براضي اني انا ادافع، مو مو بصح ان انا ادافع عنه على الفاضي والمليان وعلى الطالع والناس. لا 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 شوف، لو انت ابو فرح لو انت بتتكلم وتقول والله العظيم، شوف انا ما اتكلم انت، لا اتكلم على العموم، لو والله اتكلم على وضع الكره السعوديه ووضع الاتحاد السعودي ووضع لجنه الاحتراف ووضع لجنه المسابقات ووضع لجنه الحكام وكل اللجان وكل هذا، بقول لك ايه صح فعلا في مشاكل عندنا وفي ثغرات في اللوائح وعندنا مشاكل في البنود، كل الامور هذه ما حد ما تخفى على احد، وعندنا مشاكل وصلنا حتى موضوع رشاوي وطلعت في الاعلام اللي كانت هذه ما عمرنا شفناها الا في الدوري الايطالي، صح ولا لا؟ كل الامور هذه شفناها وكل هذه شفناها. بس انا قاعد اقول اداره نادي النصر، ركز، اداره نادي النصر عندهم دائما احتكاكات ومشاكل مع لجنه الحكام ولجنه الانضباط واللجنه السعوديه رقابه على المنشطات، كلها لجان قضائيه. يعني انا ما ادري ليش دايم هذه مع اداره نادي النصر تحديدا. ايوه، لانك يا سامر، هذا جواب السؤال، انك انت ما بتشوف دائما الفعل، بتشوف رده فعل الاداره. لا مو مساله رده فعل بس، يعني مو بمنطق، يعني انا دايم يعني كل اللي جانا الثلاثه هذه ما عندهم الا نادي النصر عشان يحاربونه. يا سامر الحين زي مثلا سالفه ابراهيم غالب، بيقول ابراهيم غالب راح ضرب بدر السعيد. طب وش اللي صار؟ ايش اللي يعني هذه واقف وجهه، هو واقف وجهه يا ابو فرح. ابو فرح تراك انت منطقي يا ابو فرح، لحظه يا ابو فرح، انت عارف المنطق وعارف نصراويتك بتخليك والله العظيم تقول لي واقف بوجهه، حتى لو انه واقف وجهه. شوف انا بقول لك شيء، لو في واحد بوجهي واقف ممكن ان انا اوخر عنه شوي، ممكن اقول له لو سمحت، لكن اقوم اعطيه واحده وانا ماشي، هذه يا ابو فرح. بعد ما عدى السعيد سامر، عشان هذا مو موضوعنا والله طولت فيه، لكن تاهل ابو فرح عندنا كم ابو فرح. بعد ما عدى بدر السعيد شفت الحركه اللي سواها شاير وغالب نفسه، نفس الحركه اللي كان يبغى يسويها، لكن الاخ واقف ما ادري ايش كان يبغى هناك، فسبحان الله الكل راح. ليش خالد؟ طيب انا بسالك سؤال يا ابو فرح، طيب أبو أنا تكلمنا الكلام هذا في كثير من البرامج وقالوا إن السعيد تقول لا، تقول من حقي يوقف هنا، أي لأنه هو كمراقب، كمراقب دايم. أنا بقولك أنت من وين؟ كل مباراة زي كذا. لا أنا أقول لك كمراقب. طب أنا بسألك سؤال ثاني فيها، هذه منطقة خروج ودخول لاعبين النصر فقط ولا النصر والفريق الثاني؟ النصر والهلال، لكن هو طيب ممتاز، ليش ما تحسسوا الهلاليين وصقعوا فيه مثل ما أنتم متصقعين فيه؟ سامر سامر، احنا لنا ولا كذا ما ادري وش لابسين شيخ فيهم لاعبين الهلال وهم داخلين. لا 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 سامر، هذا في يوم من الايام يا اخي، يوم النصر كان كويس وقف حسام غالي. لا شفت بس انت تحت بلسانك، يعني انتم الان مو موقفكم الان مع بدر السعيد انه والله كان واقف في المكان اللي كان سبحان الله مفروض ما يوقف فيه وكان زحمه وفجاه لقاه قدامه، لا في مواقف سابقه مثل ما قلت في حلقه قبل امس. ايوه هي مواقف سابقه هي اللي تخليني انا اشك فيه. في شحن إدارة نادي النصر، شحنت اللاعبين على لجنة السعودية الرقابة على المنشطات، وهذا خطأ. مو إدارة، لا لا احنا يا أخي، حتى أنا بالعكس أنا مبسوط لأن مسافر بالتركي بيوصل صوتي يا أخي. أنا أي وصل صوتي، وصل صوتك بالحق. هل اللاعب ما هو رئيس النادي يا زامر؟ إذا هو ما بيتكلم يا أخي مين يتكلم؟ إذا ما هو ما أخذ يا أخي يتكلم، أي يتكلم، لكن أنا مو بدني أتهاوش مع كل اللجان القضائية، ليش ما يكون عنده مشكلة مع أي لجنة ثانية؟ لا سامر، لانهم هم يبغوا النصر، لا لان الامير فيصل بن تركي لان الامير فيصل بن تركي بيكون ضد القانون، ولا ما تهاوش مع كل اللجان القضائيه والقانونيه بكل امانه. لا تضحك يا ابو فرح، لا تضحك، لانه لا تقول انها صدفه. سامر احنا الناس هذه، انا قلت لك انا بالنسبه لي انا كلام، ومع هذا نرجع واقول لك، لان شوف انا طبعا بيجيني سب الحين انا متاكد، وبيقول لك انت ضد النصر. يا ابن حلال ماني ضد النصر، انا مع جماهير نادي النصر وامدح في مستوى النصر. انا قاعد اتكلم، انا دوم اتكلم على اداره الهلال واتكلم على اداره النصر واداره الاتحاد واداره كل الادارات الانديه اللي عندها نواقص في عملها. بس المشكله انه هم الان ما يحبون ان احنا نقول لك انت عندك مشكله اداره نادي النصر، حتى في طريقه تعاملها، حتى في طريقه اعتراضها على اللجان القضائيه والقانونيه بطريقه غير سليمه. سامر عشان ما اطول معلش، يلا عشان بنطلع في الفاصل، يلا عشان بنطلع في الفاصل ابو فهد. بس دقيقه سامر، الحين زي سالفه الامير فيصل بالتركي جلوسه، انت تقول الامير فيصل ليش، والامير فيصل قاعد يتحدى، والامير فيصل مدري شو. صحيح هنا، طيب انا ما هنا في زي هذه، وقلتها مع الامير، وقلتها مع الامير نواف بن سعد يوم جلس تحت في ارضيه الملعب، وقلتها مع كثير من الناس، صح ولا لا؟ حلو، ما قلنا شيء، لكن انت هنا تلوم اللي يجلسون ولا تلوم الاتحاد
الاتحاد السعودي. ألوم الاتحاد السعودي ولمت الاتحاد السعودي وقلت إنه الاتحاد السعودي. لا لا بس شو أبو فرح لمت الاتحاد السعودي طيب وألوم رؤساء الأندية لأنهم هم ما يساعدون لأنهم ما يساعدون الاتحاد السعودي ودائما يتحدون قراراتهم بحكم لا لا لا, لا أقولك بكل أمانة طيب رؤساء الأندية يستغلون وضعهم الاجتماعي بالضغط على اللجان في الاتحاد السعودي صح ولا لا ويقعدون غصب لا نضحك على بعض تقول لي لا يا ابن حلال لا والله احنا عندنا في بعض الأشخاص يحبون يخترقون الأنظمة يا ابو فرح وانت عارف عنده مزاج كذا ما ادري باقي يحط استكر على قزازة السيارة من قدام عدم التعرض عسى ما شر طيب انا عطلت الناس يعطيك العافيه للجماعه اللي بعدي شكرا ولكن انا بس اخر شيء دامر انه بقول ان شاء بكره يا جمهور النصر يا جمهور الرياض الله يرحم والديكم ما ابغى كرسي فاضي في ملعب الامير فيصل طيب يعطيك العافيه شكرا شكرا لك ابو فرح نذكر بارقام التواصل حاب يتواصل معنا في برنامج الجوله عبر ارقام النصيه التاليه اس تي سي 8348 موبايلي 630-590 زين 732-22 بعد الفاصل في برنامج الجوله برعايه شركه الخريف التجاريه راح نتكلم عن المعسكرات الطويله في الخاصه بالمنتخب السعودي الاول بعد الفاصل أسند الاتحاد العربي لكرة القدم إلى طاقم تحكيم إماراتي إدارة لقاء النصر السعودي والعربي الكويتي والذي سيقام مساء غد الأربعاء ضمن ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد العربي. ومن جهة أخرى قرر في الاجتماع الفني أن يلعب نادي النصر باللون الأصفر والأزرق في حين يلعب النادي العربي الكويتي باللون الأخضر والأبيض. هذا الخبر إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لنادي النصر في مباراة بكرة إن شاء الله في البطولة العربية. في نادي الهلال أنهى رئيس نادي الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد مساء البارحة التوقيع بشكل رسمي مع اللاعب عبد الله عطيف بإجمالي 15 مليون للصفقة بحضور رئيس نادي الشباب خالد البلطان واللاعب ووكيله، وبذلك حق للاعب المشاركة مع فريقه الجديد كلاعب هاوي في المسابقات المحلية وبطولة آسيا بعد رفع اسمه في الكشوفات الخاصة بها. المعسكرات الطويلة في المنتخب السعودي، يعني لو تم تأجيل الجولة 23 من الدوري هذه راح تكون مشكلة. يعني تخيلوا مباراة مثل مباراة الاتحاد والهلال من أهم مباريات كلاسيكو الكرة السعودية بكل أمانة نأجلها عشان نروح نلعب مع ماليزيا مباراة ودية قبل مباراة اندونيسيا. يعني خلاص يسمعون بالاستعداد، يعني لازم ان احنا نأجل، لازم يعني هذه فيها عدم عدالة صراحة وظلم على كثير من الأندية. ليش؟ لان انت بتأجل جولات وبتنتظر جولات قادمة، وممكن الفريق اللي يلعب المفروض تكون آخر جولة في الدوري على أرضه فجأة تكون آخر جولة في الدوري خارج أرضه. ليش؟ بسبب تأجيل المباريات بدون داعي. يعني 5 أيام تفرق بين المباريات اللي هي في الجولة 23 من دوري زين عن مباراة اندونيسيا، يعني 5 أيام وهم اللاعبين هم نفسهم، يعني وش لداعي أني أجل الجولة ومباراة مهمة وقوية؟ بالعكس يعني تعتبر استعدادية للاعبين مباراة الهلال والاتحاد، مباراة كلاسيكو قوية جدا، أأجلها عشان أروح ألعب مباراة ودية مع ماليزيا؟ يعني أنا ما أدري. يعني نفس المشاكل في الاتحاد السعودي، تتغير الأسماء ونفس المشاكل هي نفس المشكلة، التأجيلات وتقديم المباريات وطول المعسكرات والتوقيع مع المدربين ومدة العقد وعدم إصدار بيان رسمي وضبابية غير أمور غير واضحة، كل الأمور هذا والله أمور. لو تجيبون أحمد عيد لو ما أدري من تجيبون، هي نفس السالفة هي. ناخذ معنا اتصال وليد، تفضل يا وليد. أنا كامل، شلونك؟ حياك الله. كامل 3 نقاط. أشيكم كلكم على 3، ما في واحد عنده 2 عندكم 4، لأنه والله حسيت إنه النصر بيفوز على الهلال 3-1. طيب يلا بتوفيق الفريقين إن شاء الله. طيب بتوضع. أنا ما أشجع النصر بس كذا ولا أشجع الهلال. أجل ليش تبي النصر؟ النقطة الأولى، بدل ما يصب الغضب على اللجنة الاتحاد السعودي والحكام أنا أتوقع إنه لو إدارة الهلال أو إدارة النصر يعني استغلت الوقت هذا إنها بتهيئة اللاعبين للمباراة، لأنه على قولتهم الميدان يا حميدان سواء في حكم سعودي ولا غير حكم سعودي. هذه واحد. اثنين، بالنسبة للاتحاد السعودي أنا أتوقع أنه يعني سبب فوزنا على المنتخب الصيني هو الهدوء الإعلامي اللي كان قبل المباريات، وأنا أعتقد أنه الإعلام لما كان هادي قبل المباريات أعتقد أنه المنتخب بدأ
يعني بدأ يرجع ممكن مو المستوى بدأت ترجع الفرحة للجماهير. فأنا أتمنى يعني أتمنى منك يا أخوي ثامر أتمنى من الجميع أنه يعني خلينا نصبر شوية يعني أنتم دائما تنادون أنه الواحد يصبر. نصبر على إيش بالضبط؟ نصبر على الانتقادات للاتحاد السعودي والانتقادات لا شوف يا لا شوف أبا بقول لك شيء يعني وليد يعني في نقطة مهمة أنت تدري مثل إيش مثل اللي يجيب لي مدرب ما تدري وش سالفته وسي في عنده رايح فيها ويقول لك يا أخي ليش ما تعطي المدرب فرصة. طب هي واضح الكتاب واضح من عنوانه يعني أنا في إيش أنا أقول لك جيب لي أنت شيء كويس يعني تعال أنت تقول لي مثلا والله أنا كاتحاد سعودي استفدت من أخطاء الماضية تونا ما قضينا من ريكورد يا وليد تونا عندنا مشكلة مع العقد حقه وإن عقد طويل والشرط الجزائي وشلون بنفتك منه يعني المفروض أنت جايب مدرب هذا مباراة مؤقتة مباريتين صح ولا لا انتظر شوف كيف المستوى فاز المدرب تعال تناقش معه طب ممكن أنا مدد لك إلى نهاية التصفيات إذا تأهل المنتخب معه بمستوى ونتيجة أنا ممكن أوقع معك لسنة سنتين عشان لا نورط لكن المشكلة أني أجي مباراة واحدة فاز أوقع معه 3 سنوات وبعدين يجي ينهزم المنتخب بعد مباريتين اقول لك يلا ها مين بيدفع لنا ويطلع الامير نواف يقول لك لا والله بجيبها من الدوله وبتطلع الدوله يقول لك لا والله ليش تقول نفس السالفه. انا بيني وبينك انبسط لانه اندل يدل على انه شخصيه المدرب شخصيه قويه طيب وهو اللي فرض على يعني ريكارد اللي كان شخصيته ضعيفه قوي علينا بس نعم ريكارد كانت شخصيته ضعيفه اصلا ما كان في شخصيه يعني انت بتبين اصلا في الملعب ما كان في شخصيه ولا هويه بيني وبينك يعني طيب انا اتوقع انه نعطي الفرصه للمدرب اوكي ونشوف. طب بس يعني اعطينا فرصه ريكارد يا ثامر اعطينا فرصه ريكارد بما فيه الكفايه خلينا نعطي فرصه للرجل يعني لانه ممكن يبغى يسوي انجازات على حساب المملكه على حساب المنتخب السعودي تعطيه فرصه يعني حتى لو السي في. طب انا بسالك سؤال يا وليد طب انا ما اتكلم انا ماني قاعد اتكلم على السي في لانه هو كان احد الطاقم التدريبي في ريال مدريد يعني نعم. ومو بشرط انه انت مثلا دربت فيه لازم تدعمه عشان ريال مدريد لا والله مو بكذا بس هي المصلحه والله يا وليد ان ارجع اقول ان احنا ما ضمننا نجاح المدرب يعني المدرب ما ضمننا يعني ننتظر شوي يعني انا بس هالسؤال ليش انا مستعجل اني اوقع معه انتظر كذا اماطل المدرب ليش حتى يكون عنده هو طموح. انا بسالك سؤال المدرب لو راح مباراه اندونيسيا وهو ما وقع عقد بيكون عنده طموح انه يقدم شيء مع المنتخب عشان يوقع عقد الحين وقع عقد بكيفكم الحين تفوزون تنهزمون المباراه الجايه يلا بما انه وقع عقد صح وخلاص هذه فاكت يعني هذه اصلا حقيقه طيب تفاؤلوا بالخير تجدوا ان شاء الله نتمنى هذا اخر نقطه انا اتمنى انه من الجمهور الاتحادي والجمهور السعودي انه فعلا نوقف جنب اخونا نايف حزازي اوكي لانه هو في النهايه يمثل السعوديه ولا يمثل النادي الاتحادي اكيد بالتوفيق نايف فاتمنى من الجميع انه يدعموا لانه نبغى نايف يرجع المستوى لانه نايف حيساعدنا ويساعد المنتخب اكيد لانه من صالح كره القدم السعوديه نعم. عدم التفريط في موعده مثلا اتمنى الناس انه تتفهم هذا الوضع أكيد. انا اشكرك كامل يعطيك العافيه وليد شكرا لك ناخذ اتصال ثاني طيب بنشوف على ما يجهز الاتصال في هنا رسائل على تويتر فهد العمري يقول مساء الخير أتمنى تكون يعطيك العافية يقول رحيلكم بواري خطأ كبير إدارة لا تعرف معنى الاستقرار أكبر سقوطها للأسوأ هذا فهد العمري واحد هلالي. محمد الحيدان يقول صراحة أنا من المؤيد وبشدة للحكم السعودي وأعطاه الثقة الكاملة هنا في لقلمي جنوني عاشق أتمنى أن يقود خليل جلال النهائي بس النهائي راح يتأجل مو واضح هنا في أحمد يعطيك العافية أحمد في هنا معاوية يقول لي تعد أرقام التواصل مع البرنامج احنا في نهاية البرنامج عادي معاوية إن شاء الله بكرة هنا في حسن محمود يقول إصابة فيا في كأس العالم مشابهة لإصابة أيوفي ولم يتم استبدال فيا على الرغم من غيابه لمدة 6 أشهر طيب هنا عبد الرحمن يقول متى مباراة النصر والهلال النهائي بعد الجمعة ما بعد المقبل يا عبد الرحمن في بدر الشمري الله يعيني بدر الله يعيننا شكرا لاستماعكم برنامج الجولة برعاية شركة الخريف التجارية إن شاء الله بنكون معكم في برنامج غرفة 11 الساعة 10 مساء الآن مع أخبار السابعة مع المبدع نواف الضفيري.